يا واد يا ماجد، يا واد. نعم. تعال يا زفت. نعم. نفسكش يا واد في كوباية قهوة؟ لا هو اللي بتمرر الصراحة. طب خش اعمل لي كوباية. اه. وعندك أحلى كوباية قهوة يا زفت. نعم نعم يا حبيب قلبي. نعم ناولني ياخد الكوباية دي. قدامك اهي يا حبيبي. بعدين ايه هذه الحلة اللي في ايدك دي؟ هتمرن بيها النهاردة تمرين بنش. بنش؟ طب يلا غور يلا. السلام عليكم، ازيكم شباب واهلا بيكم في فيديو النهارده. فيديو النهارده هنتمرن تمرين التشيست، حاجات غريبه جدا. حله، ومين ما عندوش حله في البيت وشويه فوت. بس لو اول مره تشوفني يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد، وتديني تمز اب عليك الفيديو. يلا بينا نبتدي. طيب اول حاجه نبتدي بيها في تمرين النهارده هو الضغط. هنسخن بالضغط. اول تمرين النهارده وهو الضغط المعدل. تمرين الضغط المعدل زيها زي الضغط العادي بالظبط، بس الفكره ان انت بتتبع حركه الالياف. انت الالياف العضليه بتاعت الجسم بالمنظر ده، فانت بتسكويز يمين وشمال كانك بتلعب فيه. هنحتاج الحل. تعالوا اوريكم ازاي. تمرين رقم 3 هنلعب على الانر تشيست. يلا بينا. الأهم من التمرين يا جماعة حاجة اسمها المايند ماسل كونكشن، التواصل ما بين المخ والعضلة، ده الأهم من التمرين. وأنت بتبقى مركز قوي إن أنت بتلعب تشيست وحاطط في دماغك إن أنت بتلعب تشيست، صدقني هيفرق معاك. أما بقى في التمرين رقم 4 دي اللي هنحتاج فيها الفوت، تعالوا أوريكم إزاي. هنحتاج حاجة ملسة يعني بتزحلق سيكا زي السيراميك وفوطين. التمرين دي بالظبط زيها زي السيميوليشن بتاع الكيبل او بتاع التفاتيح. التمرين رقم 5 واخر تمرين النهارده زيها زي الاوفر هيد اللي احنا بنلعبه في الجيم بالدمبل بالظبط. تعالى اوريكم ازاي. طبعا انتوا لو بتلعبوا التمرين ده يستحسن ان يكون معاكم فوطه اللي هي ايه؟ الملسة، اللي هي بتبقى الحركة فيها سهلة مش زي دي. دي خشنة وبعدين بتبتدي تعمل فريكشن ما بينها وما بين السيراميك، فكانت بتبقى صعبة شويتين. Thank you.
اوه كده نكون خلصنا تمرينة النهاردة يا جماعة. That was a pretty good workout. كانت تمرينة جديدة الصراحة. مش الفكرة يا جماعة ان انت تبقى كبير، الفكرة ان انت لما تبقى صغير تبقى ناشف. That's what she said. That's what she said. طيب ادينا خلصنا التمرين اهو، هطلع بقى العب الكارديو ل40 دقيقه على السلم. بصوا يا جماعه لو عجبكم الفيديو تدوني ثامز اب، وفي نفس الوقت تعملوا سبسكرايب لاول مره تشوفوني، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. الفيديوهات الجايه يا جماعه هيبقى فيها طبخ وحوارات جميله جدا، استنوني الحلقات الجايه ان شاء الله.